الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن أسواق العملات وتطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن يعني كان الأسبوع الماضي أسبوع حافل في أداء العملات تحديدا في أداء الدولار في ظل القرار التاريخي الذي اتخذه الفيدرالي الأمريكي، ماذا عن توقعات هذا الأسبوع والبيانات الاقتصادية الموجودة على الأجندة؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا أسبوع تاريخي في البنوك المركزية حول العالم. الأسبوع الماضي شملت رفع الفائدة 75 نقطة أساس في الاحتياط الفدرالي الأمريكي، 50 نقطة أساس لم تكن متوقعة في البنك الوطني السويسري، وكذلك 25 نقطة أساس من رفع الفائدة في بنك إنجلترا المركزي. هذا الأسبوع ننتظر العديد من البيانات الاقتصادية والتصريحات من أعضاء ورؤساء البنوك المركزية التي تشمل كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم غد الاثنين، إلى جانب انتظارنا ما يسمى بشهادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمام أعضاء الكونغرس. وهذه التصريحات سيحاول المتداولون من خلالها اشتقاق أي معلومات محدثة عن توجهات كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى جانب البنك المركزي الأوروبي. فوق كل ذلك نحن بانتظار بيانات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين من المملكة المتحدة، والتوقعات تشير إلى احتمال أن يكون التضخم قد ارتفع من مستوى 9% إلى 9.1% ليؤكد استمرار ارتفاع الأسعار عالميا في الدول العظمى وكذلك في المنطقة من حولنا. هذا كله قد يكون له تأثير مباشر على الدولار الأمريكي وأيضا سلة العملات الرئيسية. نعم سركيس، هل تتوقع استمرار قوة الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل أن يعني تصريحات الفيدرالي الأمريكي كانت واضحة فيما يتعلق بأسعار الفائدة المقبلة بناء على التوقعات والبيانات الاقتصادية؟ هذا من جانب، وجانب آخر يعني هذه الفروقات بين البنوك المركزية العالمية مع قرار الفيدرالي، كيف يؤثر على الأجواء في سوق العملات؟ الآن الدولار الأمريكي قوي بالفعل مقابل سلة من العملات، حيث نشهد تداوله قريبا من أعلى مستويات منذ عام 2002. هذا الارتفاع في الدولار الأمريكي سببه رفع الفائدة الذي حصل، وأيضا توقعات المزيد من الرفع الحاد بالفائدة في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، حتى أن محضر في تقرير الفائدة وبيان الفائدة الذي صدر الأسبوع الماضي تم الإشارة إلى أن الفائدة في الولايات المتحدة ربما ستصل إلى مناطق 3 وربما 3.5% مع نهاية هذه السنة، مما يعني بأن الدولار بشكل عام قد يبقى قوي خلال الفترة المقبلة. لكن هنالك مخاوف في الأسواق المالية حاليا من أن الرفع المتواصل لأسعار الفائدة من الاحتياط الفدرالي قد يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود، وهنا أعتقد بأن الدولار الأمريكي قد يبقى قوي لكن قد يتخلل ارتفاعه مقابل سلة العملات تصحيحات هابطة بين الحين والآخر، كما شهدنا يومي الأربعاء والخميس الماضيين قبل أن يعود للارتفاع يوم الجمعة. وسبب هذه التصحيحات الهابطة بين الحين والآخر هو توقعات أو عدم استبعاد دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي. نعم. أحد أسبابه الرئيسية الرفع المتسارع للفائدة في الاحتياط الفدرالي. نعم، وعن الفروقات بين قرارات البنوك المركزية يعني لاحظنا هنالك العديد من الفروقات تحديدا مع يعني مقارنة مع الفدرالي الأمريكي، كيف يؤثر ذلك على تعاملات العملات في الأسواق؟ الآن بالنسبة لفروقات أسعار الفائدة الحالية والمتوقعة كلها تؤثر فيما يسمى في عوائد السندات الحكومية في تلك الدول. فعلى سبيل المثال للحصر، قرر بنك اليابان المركزي الأسبوع الماضي تثبيت سعر الفائدة عند السالب 0.1%، بينما الفدرالي الأمريكي رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، مما تسبب بتزايد الفرق في عوائد السندات الحكومية في الولايات المتحدة عن مثيلتها في اليابان، مما تسبب بتدفقات نقدية خارجة من اليابان ومتجهة للولايات المتحدة، مما تسبب بانخفاض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي. نعم. وهذا أيضا يمكن قياسه على العديد من الدول مثل بريطانيا وأوروبا وغيرها أيضا. نعم سركيس، عن أداء اليورو أيضا يعني نتوقع قرارات مرتقبة من المركز الأوروبي، وبدأ فعلا بهذه القرارات، هل سيبقى تحت الضغوط في ظل القوة التي اكتسبها الدولار؟ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من المرجح بالفعل أن يقوم برفع الفائدة الشهر المقبل، لكن رفع الفائدة حتى هذه اللحظة من المرجح أن يكون ب 25 نقطة أساس. لماذا؟ لأن البنك المركزي الأوروبي عقد اجتماع طارئ الأسبوع الماضي وكان اجتماعا غير مجدول، تم فيه الإشارة إلى أن المركزي الأوروبي
سيستمر في سياسات دعمه لأسواق السندات في بعض الدول جنوب منطقة اليورو التي تعاني من ارتفاع كبير في عوائد السندات مقارنة في ألمانيا على سبيل المثال وفرنسا. الارتفاع الكبير في عوائد السندات قد يتسبب في أن تصبح تكاليف الاقتراض للحكومات في دول جنوب منطقة اليورو مرتفعة للغاية، وهنا قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في سياسته في برامج شراء الأصول الموجهة لتلك الدول. الاعتقاد بالفعل من الممكن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة، لكن في نفس الوقت قد يبقى مستمر في تدعيمه لأسواق السندات، مما قد يبقي على أي ارتفاع في اليورو على توقعات رفع الفائدة محدود نسبيا مقارنة بالاحتياطي الفدرالي الأمريكي. نعم سركيس، لكن من الملفت أيضا يعني في ظل هذا التذبذب في أسواق العملات والقوة التي اكتسبها الدولار في ظل القرارات من الفدرال الأمريكي، نلاحظ بأن الروبل يواصل الصعود، يعني نتحدث عن أعلى مستوياته تقريبا منذ 4 سنوات. ما هي الأسباب التي دفعت الروبل نحو المزيد من الارتفاع في ظل الضغوط من الدولار؟ الآن بالنسبة للروبل الروسي، العديد من الأسباب التي تسببت بارتفاعه مقابل سلة من العملات، بل إن الروبل الروسي واحد من العملات، أو أستطيع أن أقول هو العملة الأكثر ارتفاعاً على مدى هذه السنة مقابل الدولار الأمريكي. الارتفاعات في الروبل سببها تدخلات سياسية حكومية من روسيا من أجل الحفاظ على الروبل من جهة البنك المركزي، ومن جهة أخرى القرارات الحكومية التي تجبر الدول التي تريد شراء المنتجات الروسية أو تستورد من روسيا أن تدفع بالروبل. هذا بحد ذاته كفيل بأن يبقي الروبل الروسي ضمن مستوياته المرتفعة الحالية، رغم كما نعلم بأن هنالك توترات جيوسياسية كبيرة، لكن بالنسبة لروسيا تعتبر واحدة من الدول المصدرة، بالتالي أمام البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية سلاح لا بأس به للإبقاء على الروبل الروسي مرتفع مقابل سلة من العملات. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه.